سلمى كنا عم نتابع جمال قلعة الكهف بطرطوس، وبما أنه عم نحكي عن جمال وطبيعة سوريا الخلابة، قديش مهم اليوم نتعرف على كل المناطق الجغرافية الجميلة. في مناطق نتفاجأ فيها أنه موجودة بسوريا، واجبنا فعليا نسلط الضوء عليها ونعرف عليها. هيك عم تقوم فيها جمعية سورية للاستكشاف والتوثيق من خلال فعاليات أنا سوري المستمرة فيها بشكل مستمر على مدار سنوات لتوثيق أهم المعالم التاريخية والطبيعية في سوريا. سلمى، صحيح نور، وعم بيتم من خلال طبعا شغلهم عم بيتم استكشاف اماكن كثير، عم بيتم توثيق ايضا بعض الاماكن وبعض الامور اللي عم تكون مكتشفه بفضل هي الفرق، اضافه لتنشيط السياحه الداخليه بفضل مجهودهم واللي عم بيقوموا بنشره سواء عبر وسائل الاعلام او حتى عبر صفحاتهم ومواقعهم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم رح نعرف اكثر شو الجديد بجمعيه الاستكشاف والتوثيق، ونتعرف اكثر على جديدهم. بصيرنا نرحب بالاستاذ ياسر المالكي، رئيس اللجنه المركزيه للاداره الماليه وعضو اللجنه الاعلاميه في الجمعيه. صباح الخير استاذ. صباحك. صباح الخير لكم ولكل المتابعين، وشكرا كثير بصراحه على الاستضافه الحلوه لبرنامجكم المميز. يعطيكم الف عافيه. بالبدايه خلينا نحكي عن الجمعية السورية للاستكشاف والتوثيق اللي بلشت من 2008، عن هدفها الأساسي وقديش مهم فعليا توثيق واستكشاف المناطق الجميلة في سوريا، ونحن بنعرف انه بلدنا غنية بهي المناطق وجماليتها. تمام. هلا بالبداية خليني اعرف شوي عن الجمعية. نحن الجمعية السورية للاستكشاف والتوثيق، نحن نشتغل ضمن الخارطة السورية بمجال الاستكشاف والتوثيق. هو الاستكشاف هو اما بيكون اول مرة نحن طالعين نستكشف شيء جديد، او استكشاف هو مستكشف مسبقا بس هو معتم عليه نحن بنرجع بنضوي عليه. وكثير مهم انه نحن نرجع بوثائق نحن مصورينها بتحكي عن هذا المكان وأهمية هذا المكان. هي كلمحة بسيطة عن الجمعية. بدي أقول شغلة كمان، إنه إحنا هلا كتار من الناس اللي بيظنوا إحنا بنطلع رحلة، خليني صحح هاي المعلومة، هي ما لها رحلة، هي نشاط. ونحن كتير مندقق على هاي الكلمة ضمن الجمعية، لأنه نحن نشاطنا هادف، وبالتالي أنا في عندي هدف وغاية من كل نشاط، وبالتالي أنا طالع لأشتغل في شغل، أنا ما بطلع لأتسلى ضمن البرية، مو هو سيران. وبنفس الوقت كتار أحيانا المشاركين بيلاقوا إنه نحن في عنا كتير قيود، منها إنه نحن عنا الأرجيلة ممنوعة ضمن النشاطات، وجود الشدة ممنوع، لأنه أنا أساساً ما في عندي وقت أني أنا فوت بمود هذا التسالي. في نقول هو فعلاً في شغل، في استكشاف، في توثيق. هيك فكرة بسيطة عن حلو. طيب ياسر، كمان اليوم في كثير رحلات قمتوا فيها، ويمكن في أماكن تميزتوا بأنه أنتوا كنتوا أول مين دخل عليها، أول مين ضوى عليها. خلينا نحكي أو نذكر أبرز الرحلات اللي قمتوا فيها واستكشفتوا من خلالها. هلا بصراحة هي الفترة كانت طويلة، ولذلك نحن في عنا كثير من الإنجازات أو الاستكشافات اللي كانت. خلينا نحكي عن أهمها، نحن في عنا مغارة سؤادة بسويدا، شط السرلوخ، كان في عنا نحن قدرنا نوثق شجرة الميسة العجوز بإدلب، توثيق الفقمة بالساحل السوري، هي من نادر كان وجودها نحن قدرنا نوثقها بأحد معسكراتنا. هيك لمحة بسيطة، يعني هن كتار القصص اللي بيحب يفوت يشوفنا احنا موجودين، يعني هي القصص كلها احنا بننزلها على السوشيال ميديا، فيلو يتابعونا على الانستغرام فيسبوك وبالإضافة للويب سايت. طيب خلينا نحكي عن الرحلات الاستكشافية، كيف بتم التحضير لإلى؟ انتم شباب متطوع بتشتغلوا على الأرض، أكيد في تحضيرات اليوم كتير كبيرة لهي الرحلات الاستكشافية، وأكيد في عقبات خصوصا في ظل الحرب. يعني قبل كان الموضوع سلس أكثر، يمكن اليوم عم نشوف شوية انفراج من خلال التنقلات. كيف بيتم التحضيرات لهي الرحلات، وشو هي أكثر العقبات يمكن اللي بتواجهكم بتحاولوا تتخطوها؟ تمام. هلا نحن بصراحة ببداية كل سنة بيكون في عنا خطة أو برنامج سنوي لازم نمشي عليه، ولكن نتيجة الظروف الحالية نحن أحيانا عم نضطر نعدل بمتلاءم مع الوضع الحالي. إذا كنا عم نحكي مثلا عن الحرائق، أحيانا يكون في عنا نشاط بمكان صار فيه حرائق، فنحن نضطر نعدل نوع النشاط. بالفترة اللي كان فيها كارثة الزلزال كمان كان في نشاط
نقاطات اللي احنا عدلنا. خلينا نفوت شوي احنا كجمعيه كيف بنشتغل، كيف بنحضر للنشاط. احنا مقسمين عملنا ضمن الجمعيه كلجان عمل. اول شيء خلينا نبلش بلجنه الاداره الماليه، هن بيحضروا ماليا للنشاط، التكلفه الماديه، التكاليف، الميزانيه. في عندي لجنه الاداره والتنظيم هي المسؤوله عن امن وسلامه المتطوعين، لجنه التخطيط هي بتحط الهدف النشاط او اسم النشاط، في عندي وحده الطوارئ، الدعم الطبي، وبالاضافه للجنه التوثيق والمونتاج. طيب ياسر، بيكون في عنا بعض الرحلات الاستكشافيه اللي موجود فيها اطفال صغار يعني تميزتوا بهذا الشيء، اكيد بيكون في لها تحضير مختلف لعوامل السلامه والامان اللي بيكونوا موجودين. خلينا نحكي اليوم من العمر الصغير للعمر الكبير، شو لازم يكون معه الشخص اللي بده يشترك معكم، وهل بيخضع لتدريب معين قبل ما تبلشوا النشاط الاستكشافي؟ تمام، خلينا اول شيء نحكي على الفئه الاعمار الصغيره اللي هلا بلشنا احنا نشتغل عليها. احنا هلا بصراحه توجهنا لانشاء فريق احتياطي لكوادر الجمعيه. احنا هلا عم نخسر كوادرنا نتيجه الهجره، نتيجه ضغط العمل، الظروف الماديه، ولذلك احنا وعينا على هي القصه، على هي الثغره، وبلشنا نشتغل عليها. اذا احنا بدنا نمثلها هي مثل الرياضات، ببلشوا كناشئين كشباب ليوصلوا لفئه الرجال، ولذلك نحن هلا عم نشتغل على هاي المرحله لحتى يكون في عنا فريق احتياطي لكوادر الجمعيه. نحن بصراحه هي ما لها تجربه جديده بالنسبه لنا، نحن كان عنا تجارب سابقه مع ابناء الشهداء بمعسكراتنا الطويله، وواحد من النشاطات زارتنا السيده الاولى وكانوا هن احد اهم الرعاه لهي النشاطات. وبصراحه نحن بنتميز بقصه المعسكرات الطويله، يعني عنا خبره كثير مهمه بالمعسكرات الطويله بالتعامل مع الاطفال. هلا اذا نحن عم نحكي اذا حدا حابب يشارك معنا شو هو بحاجه، هي القصص نحن هلا كيف بيجي الشخص بيشارك معنا. اذا عم نحكي كشباب هلا نحن بنعلن عن نشاطاتنا عن طريق السوشيال ميديا. اي حدا بيرغب انه يشارك بهي التجربه بده يجي لعنا على مقر الجمعيه، نحن بنشرح له كل هي التفاصيل، شو لازم يكون معه، شو المعدات اللي لازم يحتاجها، شو بدائل المعدات. اليوم نحن يعني الظرف المادي جدا صعب، واذا واحد بده يحصل على المعدات احترافيه هي تكلفتها كثير عاليه، ولذلك نحن بنعطيه طرق بديله بتساعده انه هو يكمل نشاطه ويكون فعلا معداته كاملة. والمعدات الاحترافية الخاصة بالبرية هي دائما بتكون من ضمن الفريق. طب ختاما خلينا نحكي سريعا شو تحضيراتكم لنهاية الصيف، اكيد في تحضيرات لرحلة استكشافية جديدة. تمام، هلا احنا بصراحة بصيف 2023 كان في برنامج موضوع احنا ما قدرنا ننفذ منه غير 60% تقريبا نتيجة الظرف اللي احنا موضوعين فيه هلا، الظرف الاقتصادي، وما زلنا مكملين. بالفترة الحالية اللي احنا عم نشتغل فيها على كنا بجبل سلندرين، عم نشتغل على شط سرلوخ، عم نضوي عليه سياحيا وعم نشتغل عليه بيئيا. بالفترة القادمة نحن مضطرين نشتغل بالمناطق القريبة من الشام، هي ريف دمشق. خلينا نحكي على معلولة. معلولة هي مو بس نحن بنشوفها كمناطق أثرية، معلولة فيها جرود، فيها كهوف. نحن السنة الماضية اكتشفنا هو لأول مرة تستكشف بعمق 50 متر. في نحن عم نحكي كمان، إذا عم نحكي على المناطق القريبة من الشام، في عنا ملاحات التعوس بالناصرية، اكتار هن القصص الموجودة القريبة من الشام. ونحن بصراحة معنيين بفئة الشباب اليوم، اكتار هن الشباب والصبايا اللي عندهم معلومات نظرية هائلة بس هن ما عم يحسنوا يطبقوها عمليا، ولذلك نحن بنعطيهم فرصة انه يكونوا معنا على ارض الواقع ويمثلوا او يصقلوا خبراتهم عمليا. اكيد يعني بنتمنى لكم كل التوفيق بالنشاطات القادمة، واكيد الجمعية لها بصمة خاصة بالاستكشاف والتوثيق. شكرا لكم سيرة الاستضافة الحلوة، يعطيكم العافية.